نبدأ بالتفسير. إحنا بلغنا إلى قول الله جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا يستلزم ويستوجب من العبد السائر إلى ربه جل في علاه أن يطير إلى رضوان الله جل في علاه بجناحين: جناح الأمان، بركت حبيبي، جناح الأمان الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. والله جل في علاه لما مدح أنبياءه مدحهم بهذا، قال: يدعوننا رغبا ورهبا، قال: يدعوننا رغبا ورهبا. فقال: يدعوننا رغبا ورهبا. فالمرء بين الجناحين حتى ينجو، بين خوف ورجاء، لأن الخوف وازع يردع يزجر حتى لا يهجم هجوم المتساهل على حدود الله جل في علاه، ورجاء يرجيه في ربه جل في علاه طامعا في جناته، في مغفرته، في عطائه سبحانه. وجناح الأمان يسير بينهما، بين هذا وذاك. لكن بعض العلماء يقولون بأنه إن كان في صحة وعافية غلب الخوف حتى ينتهي، حتى ينزجر، وحتى يسير سيرا مستقيما إلى ربه. وإن كان على عتبات الموت غلب الرجاء، ولأنه يستحسن في هذه المواطن وهذه المواقف الرجاء في الله جل في علاه، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح عندما قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها، أراد أن يرجيها في ربها وهو يقول: أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب إلا طيبا، وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، أنت برأك الله من فوق سبع سماوات. فيرجيها في ربها، قالت: إليك عني فإني أعلم بنفسي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا لقطع القنوط من رحمة الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المذنب ما من رحمة الله جل في علاه ما قنط من رحمة الله أبدا، أو الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم المؤمن من عذاب الله جل في علاه ما أمن مكر الله أبدا، وإلا فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. طبعا ما أقصد الملائكة، وهذه قد تناولتها، هذه القصة تناولتها الآيات في غير موضع من مواضع الكتاب، لأنهم دخلوا على إبراهيم عليه السلام. هنا قال: دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إنا منكم مجلون. كان هنا مجملا، ولذلك لابد إذا أراد المرء أن يستوعب الموقف كلية لابد أن يمر على كل القرآن أو كل السور التي ذكرت قصة إبراهيم مع الملائكة، لأنه في الآيات في مواضع أخرى عندما قالوا سلام قال سلام، فرد السلام. لأن الإشكال هنا كيف يسلمون عليه ولا يسلم هو ولا يرد؟ لو قلنا أنه ما رد قد نجيب بإجابة بأنه لما وجل منهم يعني أفصح من الخوف ولم يرد، زهل عن الرد، لكن الحق بأنه قد أجابهم في السؤال في السلام. ففي الآيات بأنهم لما قالوا سلاما قال سلام، وفي الآية الأخرى في بعض الصور قال سلام قوم منكرون. فرد السلام، ورد السلام واجب في شرعين. قال الله جل في علاه: وإذا أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. طبعا عن ضيف إبراهيم لما؟ لأن إبراهيم كان يلقب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات بأبو الضيفان. كان كريما جوادا. فلما دخلوا وأتى، وطبعا الصور أيضا البقية، أتى بعجل حنيف فقربه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. فهنا قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم الملائكة، لأنهم لا يأتون إلا بأمر الله. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إنا منكم مجلون. هنا مجمل، والمجملات كما قلنا بيانها في القرآن والآيات،
وفي سنة نبي عدنان. لذلك قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فقد بيانه الله في مواضع أخرى من الكتاب، عندما أتى بالعجل الحنيس فقربه إليهم كما قال الله تعالى، فقربه إليهم فأوجس منهم خيفة. لما؟ لأنهم انقبضت أيديهم. وفي الآية الأخرى قال أنه لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. فقال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون خائفون، قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم. ناسب هنا، جميل جدا أن ترى أنه خاف منهم، وخاف لأنهم لم يأكلوا من طعامه. العرب كانت من عادتهم إذا أكل طعامك لا يؤذيك. العرب كانت من عادتهم، شوفوا هذا وفاء لهم، أخلاقيات. والله العرب هؤلاء إذا سادوا وقادوا حقا، لكنهم تبعدوا عن سبب قيادتهم وسيادتهم وريادتهم. فكانوا إذا أكلوا طعامك لا يؤذونك بحال من الأحوال. ما عندهم الغش والخداع والنفاق. فهو لما وجدهم أنهم انقبضت أيديهم ولم تصل أيديهم إلى الطعام أوجس منهم خيفة، جالت الريبة في صدره، خشي أن يضمروا له شرا. فقال إن فأفصح إبراهيم لأنه نبي، فأفصح إن منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. شوف هنا من فضل الله جل في علاه أنه بدل خوفه أمنا ثم أتاه بالبشارة الكبرى. لأن الإنسان لا يفرح ببشارة إن كان خائفا، ولا يصل سروره وسعادته إلى ملء قلبه وفيه إلا إذا زال خوفه. لذلك لما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل، أزالوا خوفه أولا. أزالوا خوفه أولا لتتم السعادة بالبشرى. وهذا من الأهمية بمكان، ليعقل المرء. أنت ما روي فلا تروى أحدا وتقول أبشره بعدها، لا، أزل خوفه حتى تستتم السعادة بالبشرى. فقالوا لا توجل لا تخف، اطمئن، أنت في مأمن، أنت نبي الله فأنت في مأمن. فقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، ليس بغلام فقط، قال بغلام عليم. فبشروه بغلام عليم هو إسحاق. قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، وكان إسحاق هو بوابة الخير العظيمة إذا صح التعبير، لأنه أبو أنبياء بني إسرائيل جميعا، الذرية بأسرها أتت بأنبياء بعضهم من بعض، وإسماعيل ما أتى منه من ظهره إلا محمد، وهو قد أتى بكلية الخير لأنه سيد الأنبياء وسيد المرسلين. قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، يعني بغلام وعليم. وطبعا هنا يعني السن الكبير وذلك، ومع ذلك قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، أو يقال بأن المبشر به هو إبراهيم عليه السلام، هو وإسماعيل عليه السلام. لكن الحق أن هذه القصة جاءت بأن امرأته لما سمعت وعلمت بالبشارة ضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هي ضحكت هنا، قال بعض العلماء في التفسير، في التفسير قالوا ضحكت يعني حاضت. قال أبشرتموني، ونحن في سياق الآيات المهمة عندنا الاعتقاد فيها، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. طبعا هنا لابد أن تعلم بأن في السياق هنا عندما يقول أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، دلالة على أن المبشر به إسماعيل وليس إسحاق. وإيش الدلالة هنا في هذا السياق الذي يثبت أن المبشر به إسماعيل؟ هو نعم صحيح ممتاز،
باشمهندس نعيم ترك السياق الذي نتكلم فيه ثم يعني أتى بفاصل على أن العليم هو إسحاق وأن الحليم هو إسماعيل عليهما السلام. هنتكلم على السياق الآن. نعم بشرى أتت بإجابة سديدة بأنه استنكر أن يؤتى بالولد وهو كبير في السن، وهذا الاستنكار يدل على أنه لم يسبقه ولد. سكينة نفس الإجابة، سكينة قالت يعني على كبر السن جزاه الله خيرا، نفس إجابة بشرى. أيضا جهاد يقول دعاء في سورة آل عمران، بشرى الملائكة تثبت أن المبشر هنا إسماعيل. جزية الجنة يا جهاد. هو عامة السياق يثبت ذلك، هو عامة لابد أن نفهم أن السياق يثبت ذلك. ماذا قال؟ قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون، كيف تبشروني والأسباب قد قطعت. طبعا هنا الكلام لابد أن تفهم بأنه نبي من الأنبياء يعتقد في ربه الرحمن جل في علاه كل الخير، لكنه يعلم بأن من السنن الكونية أن الله أناط الأسباب بالمسببات، من السنن الكونية أن الله أناط الأسباب بالمسببات. فلما أناط الله الأسباب بالمسببات علم أن الكبر لا يمكن أن يكون معه الولد، انتهى الأمر. ولكن المسألة كما قلنا دائرة على قدرة الله في قوله كن فيكون. فهو قال الأسباب المادية على أنه لا يبشر بولد، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. خلو الأسباب الآن، هذه فيها دلالة أنه لابد أن تفهم أن تعقل بأن الشرع له قدر والقدر له قدر، وأنت إن كنت تريد أن تكون حقا عابدا عبادة الحق أن تنظر بالعينين الجميلتين بالشرع وبالقدر. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، قالوا بشرناك بالحق وهو من الرحمن من الحق، ولأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا كان مضمر، كان مضمرا في قلب زكريا، وكان يعلم بأن الله على كل شيء قدير، لكنه لما وصلت الأسباب إلى نهايتها وأن الأمر كان صعيبا، فلما دخل ووجد لمريم وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما قال ذلك ونظر إليها بلسان الحال أمامها واقعا وهو يعلمه، لكن شوفوا الفرق بين ليطمئن قلبي وبين أن يؤمن به. إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى بلى بلى، ولكن ليطمئن ارتقاء في مسألة التصديق. فلما شاهد أمامه أن الأسباب زالت وأن الله أوجدها بقدراته، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لذلك بعض طلبة العلم كان بعضهم يوقفه ويقول انتبه لا تتعالى أوهامك، فإن هناك الممكن والمتاح والمستحيل. فأجابه بإجابة يسيرة، الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله شيء واحد، يكفينا فيها قول الله جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإن الله أيضا في هذا الباب إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. هو أراد لزكريا أن يبتهل داعيا راجيا يدعوننا رغبا ورهبا، فأراه ما اعتلت عتبة التصديق في القلب عنده إلى الإطمئنان، فرفع يده للرحمن فأتته البشرى من الملائكة حينما كان في المحراب. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، مثلك لا يكون كذلك، مثلك لا يمكن أن يكون من القانتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذه لها مسرح آخر إن شاء الله نفسره في
الدرس القادم في الغد بإذن الله، لا سيما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك من عباده يقنطون مع قرب غيره، والكلام على القنوط ومراتب القنوط إن شاء الله تكون في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: وجوب التعبد لله جل في علاه بالخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فضل الجود والكرم. من السنن الكونية أن المسببات منوطة بالأسباب. نعم أبا الوليد وفقت. حرمة القنوط، عدم التفات القلب للأسباب، عدم التفات القلب للأسباب، هذه الفائدة الخامسة أعتقد.